السلام عليكم واهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات قناة دكتور محمود إريتم. يا دكتور عايزة حاجة تزود التركيز وتزود الذكاء وتزود الانتباه عند طفلي، عايزة حاجة تزود جهاز المناعة، عايزين حاجات طبيعية تزود جهاز المناعة عند الأطفال. ابني أو بنتي مش بياكلوا كويس ومش بيركزوا وبينسوا كل حاجة هم اتعلموها وبينسوا بسرعة، ايه افضل مكمل غذائي يا دكتور عشان يزود التركيز ويزود الانتباه؟ اكيد افضل مكمل غذائي هو المكمل الغذائي اللي فيه زيت السمك او زيت كبد الحوت، لانه غني بفيتامين الف وفيتامين دال، غني كمان بالدي حمض الدي اتش اي ديكوزا هيكسانوك اسيد اللي يعتبر حاجة مهمة جدا وبيخش فيه التركيب بتاع الفوسفوليبيد بتاع الغشاء بتاع المخ، فمسؤول عن تطوير النشاط العقلي والنشاط الذهني عند الاطفال. عشان كده من افضل المكملات الغذائية للطفل يستعملها عشان تزود الذكاء وتقلل برضو فرط الحركة عند الاطفال، تساعد ان هم يركزوا وتزود عندهم التركيز، هو ايفاليكس شراب. ايفاليكس شراب هو دواء انجليزي، دواء مستورد، دواء متميز جدا، بيحتوي على زيت السمك الغني قلنا بدي اتش اي، حمض الدي اتش اي ديكوزا هيكسانوك اسيد، اللي له دور كتير كبير جدا في تنمية القدرات الذهنية وكمان زيادة التركيز وتقوية الذاكرة عند الأطفال. كمان وجود فيتامين هي المادة المضادة للأكسدة، كمان وجود زيت زهرة الربيع المسائية وزيت الزعتر اللي بيخشوا برضو في تنمية القدرات الذهنية وزيادة التركيز عند الأطفال. طيب الإيفاليكس شراب ده بيستخدم من عمر سنتين بأمان تام. بيستخدم ليه؟ بيستخدم عشان رفع جهاز المناعة، كمان تقوية النشاط الذهني، كمان تقوية الذاكرة عند الأطفال، كمان الأطفال اللي عندهم مرض فرط الحركة وقلة التركيز بيساعد معاهم بدرجة كبيرة. جرعته استعماله الاطفال من عمر السنتين لخمس سنوات هو 5 سنتي بعد الفطار او بعد الغداء، واكتر من خمس سنوات والكبار 10 سنتي مره في اليوم بعد الفطار او بعد الغداء. بس خدوا بالكم ان الايفاليكس شراب بلاش يستعمل لو الطفل بياخد أدوية زي الماريفان أو الوارفارين أو أدوية سيولة أيا كان، لازم يبقى في فاصل على الأقل بأدوية دي. كمان بيستخدم بحذر في مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية وبرضو الأشخاص أو الأطفال اللي عندهم سيولة عامة في الدم. غير كده وكمان بيسام برضو بحذر للأطفال اللي بيعانوا مشاكل في الكهرباء زي الصرع، وبيسام تحت إشراف طبي. غير كده فالإيفاليكس شراب آمن تماما وملوش أي أعراض جانبية، هو دواء إنجليزي مستورد عامل 67.5 سعره ومتوافر في جميع الصيدليات. طب يا دكتور ده سعره الى حد ما مرتفع شويه، مفيش حاجه برضو زيه بتدي نفس الكفاءه؟ ممكن تستعملي، لو مش هتستعملي الايفاليكس استعملي سانسوكوت شراب. سانسوكوت شراب ده بخلاصة زيت كبد الحوت الغني بفيتامين ألف وفيتامين دال وزيت السمك، السمك هنا الغني بحمض الدي اتش اي وحمض الاي بي اي، الدي اتش اي زي ما قلنا هو الديكوزا هيكسانوك اسيد وحمض الاي بي اي اللي هو الايكوزا بنتانوك اسيد، ودول برضو مفيدين جدا في تطوير النشاط العقلي والنشاط الذهني عند الاطفال. السانسوكوت شراب مفيد جدا انه برضو بيساعد في تقوية الذاكرة ويرفع جهاز المناعة. السانسوكوت شراب استعماله من اكتر من سنتين 5 سنتي كل يوم مرة في اليوم بعد الفطار، وللكبار او من عمر 6 سنين فاكتر بيستخدموا 10 سنتي كل يوم بعد الفطار. برضو يستعمل بحذر للاطفال اللي عندهم مشاكل في سيولة الدم. سانسوكوت شراب هنا في عبوتين، عبوة 60 ملي عاملة 14 جنيه وعبوة 200 ملي عاملة حوالي 35 جنيه، وبرضو ده متوافر
توافر في جميع الصيدليات. ويا ريت تستعملي برضو تستخدمي مع الطفل عسل النحل، ولو الطفل ما بيحبش عسل النحل استعملي دواء اونوفيت شراب مع سان سكوت او ايفاليك شراب. الاونوفيت شراب ميزته فيه عسل نحل نقي وفيه غذاء ملكات النحل، هنا هيتغلب على، هيساعد كمان مش بس انه يقوي الذاكره ويقوي النشاط الذهني، ده كمان هيقوي النشاط البدني وكمان يقلل الارهاق والضعف العام والكسل. وعسل النحل برضو فيه مواد مضاد الاكسده ومضاد البكتيريا ومضاد للفيروسات، فيعتبر عسل النحل وغذاء ملكات النحل حاجه مفيده جدا للاطفال. عشان كده ممكن ان انت هتستخدميه عشان رفع جهاز المناعة وفتح الشهية وزيادة الحيوية والنضارة للاطفال. لو طفلك حساه انه كده مطفي ممكن تستعمليه او مرهق او تعبان او كسلان مع السان سكوت او اللي فليك شراب، وجرعته من عمر سنتين او 3 سنوات، هو 5 سنتي كل يوم بعد الفطار، بس الازازة لازم تتراجع كويس. ونوفيت شراب مش غالي، هو سعره عامل 32 جنيه وبرضه متوافر في جميع صيدليات اونوفيت شراب. بالكورس المتكامل اونوفيت شراب مع سان سكود او اونوفيت شراب مع ايفاليكس تستمر عليه شهرين 3 شهور، هتغلبي على الارهاق والضعف عند الاطفال وهتزودي التركيز وتقوي الذاكره وفي نفس الوقت ترفعي جهاز المناعه عند الاطفال. يا رب اكون افدتك بافضل كورس علاجي لرفع جهاز المناعه وتقويه الذاكره والنشاط الذهني والبدني عند الاطفال. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.